السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل موضوع جديد، في مش رسم ولا طريقة تعليم شيء، لكن انا رايح اعمل برواز لعمل فني او صورة عملتها في محل البراويز، وان شاء الله نشوف الطريقة بيتعمل ازاي. طبعا اللي عايز يعمل الطريقة دي يكون عنده المعدات والامكانيات اللي هو يعمله عشان ما يغلطش. اوكي، انا في الطريق دلوقتي، انا دلوقتي ماشي في طريق المدينة المنورة في جدة، هوصل للمحل وان شاء الله نشتغل مع بعض ونشوف الطريقة بإذن الله. يلا اوكي. لسه ما وصلتش المحل، ان شاء الله اول ما اوصل للمحل هنعرف الطريقه باذن الله، ونشوف كده يتعمل ازاي البرواز والمناسب. طبعا بنختاره، مش كل البراويز بتلبق لللوحات، في لوحات مختلفه. اوكي يلا نشوف. وصلت انا محل البراويز اهو، ونشوف العينات الموجودة. دي العينات الموجودة في المحل. دلوقتي هنشوف المراحل بتاعة تنفيذ البرواز. دي أول مرحلة، بياخد الظهر بتاع البرواز وبيقص على حسب المقاس بتاع اللوحة. طبعا الظهر بتاعه بيبقى خشب 1 ملي أعتقد. خشب 3 ملي، معلش أنا قلت 1 ملي. هنا بياخد المقاسات اهو، وبيقطع بمشرط لان الخشب طبعا رفيع، السمكة بتاعته قليلة ممكن يقطع بالمشرط، مش مهم المنشار. Thank you.
هنا خارج الجزء اللي هيشتغل عليه بتاع اللوحة. ده تعتبر ده ظهر اللوحة طبعا، ياخد المقاس طبعا، هو رفع المقاس من الأول على من اللوحة. طريقة بسيطة وسهلة. هذه صنفر حرف الساعة عشان ما يكونش فيه أي مشكلة ويعور حد مثلا، يبقى ناعم. مجموعة من اللوحات برضو في المحل بنشوفها. في لوحات فنية كمان اهي. طبعا اللوحات دي ممكن تكون من مطبوعة مش مرسومة، النظام ده بيطبع على الكنفاز وبتشد على الشاسيه خشب، بتشد على الشاسيه وزي ما انت شايف كده بيبقى كده شكله. اوكي يلا نرجع بقى نشوف مرحلة تنفيذ الدروات. زي ما قلت لك انا فعلا ده مطبوع طباعة على بانر، حاجة زي اسمها زي الكنفاس كده، وبيتعمل بتشد زي ده على شاسيه خشب كده. اوكي بيبقى بالشكل ده اهو، هي دي اللوحة. طبعا مش يدوي، طبعا هي مطبوعة. هنا بيقص الزوايا اهو، دي ماكينة خاصة بالقص بتاع الزاوية بتاعة البرواز. طبعا اللي ما عندوش المعدات دي طبعا لازم يروح المحل يعملها. ياخد الطرف بتاعه من هو اللي جاي عشان كده بياخد المقاس ويبدأ يثبت على السنتيمتر بتاع المقاس. بنشمع الأطراف بتاعته طبعا من غيره. غير عشان يمسك مع بعض لما يجي يتجمع بالبرواز. دي الماكينة الثانية اللي بيجمع فيها الدراية اهي. ما شاء الله
دي الماكينة بتاعت الدباسة، بتدبس وتجمع مع بعض، هي دي الماكينة اللي عامل كده. يطلع الدباسة اللي تحت من الجهة التانية ويجمع. الماكينة بتاعت تجميع وتدبيس الجرواز من الخلف. لا شوفوا تمام. يمكن أول مرة تشوف الحاجات دي. جاب الإزازة في الوش بتاع البرواز اهو، ويقيسه ويقصه. يقص بالماكينة بتاعته اسمها الألماظة دي. زي المشرط بس خاص بالإزاز. ده البرواز بعد ما تجمع. بتعمل الدبوسة اهو عشان دي الماكينة بتعمل الدبوسة. بيعمل يمسح الازاز طبعا عشان ما يكونش فيه غبره ولا فيه اي حاجه قبل ما يبدا التجميع. نرش ملمع الزبده كمان. نص مساحة من ورا عشان تقطع عليها. نقطع الصورة؟ اه كده. هناخد الحدود بتاعت الصورة اللي احنا هنبروزها. هذه جمع بس على حسب المقاس المطلوب بالظبط. هيجمع اهو. يمسح تاني ويتأكد إن مفيش حاجة موجودة على الإزاز. أهو برضه بالتأكيد إن مفيش حاجة. نحط اللوحة طبعا بالعكس ونحط عليها الظهر بتاعها اللي هو الخشب ويبدأ يدبس الحروف. الجزء الأخير اهو بيقصه وبيتحط على الظهر النهائي بتاع البرواز. هيتحط هنا ويبقى طبق تاني.
الطبقة اللي بتحبس الصورة تضغط عليها، والطبقة التانية اللي هي بتاعة الظهر بتاع الدرواز. ياخدوا مقاس أكبر سنة من الحرف ده عشان يسقط فيها بالظبط. هنا في فراغ شوية، لكن هو ده هيبقى الجزء اللي هو هيقفل بيه البرواز من الكلب. برضه بيحط الغيرة. ما شاء الله كده خلاص بيقفل اهو، هيدبس بالبص المسمار. بس كده تاني يعني ممكن احط عليها ورق. نحط عليها ورق تاني. في مراحل، مرحلة مرحلة ما شاء الله. طبعا اللي عنده المعدات هيقدر يعمل، لكن ما عندوش المعدات هيوصل يروح للمحل ويعملها. شوفوا ما شاء الله هركب بونت من العلية. العلية اللي بتتعلق منها تعليق على الخوار. ده معدات حديثة طبعا. ياخد معاك الجنة هنا عشان خاطر تبقى في اتزان بين التعليق. ويحط لها الحبل اللي هو يتعلق منه. هذا المقاس اهو. نقفلها اهو عشان الشكل النهائي للبرواز. خليها زوايا عشان ما تتجرحش في حاجة عشان تشيلها، زوايا تتعلقها في المكان المناسب. ايوه اشيل لك البرواز اللي بتاع المرة. ماشي ايوه تمام. ايوه يعني شايفين اللوحة بعد ما خلصت اهي ما شاء الله. الله ينور ما شاء الله. المعلمين ما شاء الله ايه قاموا بالواجب وزيادة يعني.
هيلفها بقى وبعد كده هناخدها ونمشي. شغل عالي طبعا. انا بقول لكم المراحل لغايه ما نشيل البرواز ونمشي. نجيب التيب وكده تكون اللوحة انتهت ان شاء الله نستلمها. السلام عليكم.